وفي رواية قال لم تقصر ولم يعني فعلا ولم أنقص، ما قصرت يعني في الصلاة ولا يعني فعلا ولا 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 سهيت. نعم. فقال الناس نعم، صحيح كاين الكلام اللي قالوا في اليدين صحيح. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين أخريين، يعني جاب الثالثة وجاب الرابعة، ثم سلم. وش صرت بعدين؟ وش زاد هنا؟ جيب البعدي، لأن في زيادة. سلم هذه التسليمة تعتبر زيادة في الصلاة. قال ثم كبر فسجد مثل سجوده، جاب سجدتين، أو أطول ثم رفع ثم كبر فسجد مثل سجوده، أو أطول ثم رفع، هكذا. طبعا معنانا وسلم بعد ذلك. إذن فهذا الحديث يبين لنا باللي أن الإنسان إذا كان زاد حاجة في الصلاة فعليه أن يعني يأتي بسجدتين بعد السلام كما سيذكر الإمام. ونفس الحديث ذكره بطريق آخر، قال وحدثني عن مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى ابن أبي أحمد أنه قال سمعت أبا هريرة يقول صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العصر فسلم في ركعتين فقام ذو اليدين فقال أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل ذلك لم يكن، ما كانش لا قصرت ولا نسيت. فقال قد كان بعض ذلك يا رسول الله. شو الأدب بتاع الصحابة رضي الله عنهم؟ قد كان بعض ذلك، كاين منها. يا إما أنك قصرت الصلاة، جاءك أمر من الله عز وجل فتقصر الصلاة، وإما أنك نسيت، كاين وحدة منهم وقعت. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم ما بقي من الصلاة ثم سجد سجدتين بعد التسليم وهو جالس. وهو جالس يعني نفس الحديث الأول هذا. ويذكر بعده أيضا قال بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر فسلم من الاثنتين فقال له ذو الشمالين، مرة يقولوا له ذو اليدين وذو مرة ذو الشمالين، أقصرت الصلاة يا رسول الله أم نسيت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قصرت الصلاة وما نسيت. فقال ذو الشمالين قد كان بعض ذلك يا رسول الله. فأقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم على الناس فقال أصدق ذو اليدين؟ فقالوا نعم يا رسول الله. فأتم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بقي من الصلاة ثم سلم. هكذا كل هذا يبين لنا بأن الإنسان إذا كان زاد حاجة في الصلاة، ولاحظ الزيادة قال العلماء أي زيادة، أي زيادة تزيد ركعة ركعتين إلى غير ذلك، نعم، ما لم تضاعف الصلاة، الصلاة إذا تضاعفت بطلت. صلاة الصبح ركعتين كنت عود أربعة بطلت، صلاة الظهر أربع ركعات كنت عود ثمانية ركعات بطلت، وهكذا العصر وهكذا المغرب تعود ستة بطلت، العشاء ثمانية بطلت. هذه قاعدة، الصلاة إذا تضاعفت بطلت. هنا معليش مش مشكل إذا كان نبهت مع الخطأ ولو بالكلام، قال العلماء سيأتينا إن شاء الله. يعني ولو تقول لي ما مثلا قمت بخامسة مثلا، هذا الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطلها، لا يبطلها. والله مثلا قال نسيت التشهد الأوسط مثلا، لما ينوض الإمام من ركعة الثانية للثالثة وما يقعدش في التشهد الأوسط، ينجم واحد يعني يتكلم له كما يعرفش يقول له سبحان الله، فينبه لأنه قال نسيت التشهد الأوسط مثلا. هذا الكلام لإصلاح الصلاة لا يبطل، وهذه أيضا من القواعد. نعم. إذن وبالتالي فيعني تزيد أي شيء في الصلاة، ركعة ركعتين ثلاثة، ما لم تتضاعف، ما لم تتضاعف، بخلاف النقصان. النقصان يأتينا يعني في تفصيل آخر غير هذا. نعم.
كل ذلك تجيب عليه ركعتين بعد السلام، سلم تخرج من صلاتك، وبعد جيب سجدتين وأنت جالس، سجدة أولى ترفع، سجدة ثانية ترفع، ثم تتشاهد على مشهور مذهب المالكية، تزيد على التشهد الثاني خفيف ثم تسلم. ولذلك قال الإمام بعد يعني في تمام هذا الباب قال: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام. أصبحت هذه القاعدة أيضا، كل نقص لازم نجيب عليه سجدتين قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. هذه العلماء يفرق بين القبل والبعد، القبل يعني قبل السلام للنقصان، والبعدي بعد السلام بالزيادة. هذه أيضا من القواعد في سجود السهو إن شاء الله، يعني نفصلها بشكل يعني معنى أكثر تفصيلا بإذن الله. اجتمع النقص والزايد في الصلاة. نعم، لما يجتمع في الصلاة النقص والزيادة نغلب ماذا؟ نغلب النقص، نغلب النقص كما في الرياضية تماما، الزايد في النقص يعطينا نقص. نعم هكذا، فدائما يعني يشوفون النقص فيأتي بسجدتين قبل السلام ثم يسلم على ذلك إذا اجتمعت زيادة مع النقصان، ترغيم للشيطان هكذا. شيخ، واحد عطس في الصلاة وضراخ يقول واحد من المصلين ما تبطل الصلاة، ما تبطل الصلاة، هذا ذكر قال عمينا وذكر كذلك. إذا يعني لما يذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فيقول الناس كما يشوفون مثلا محمد رسول الله، الناس كما يقول رسول الله عليه وسلم، فهذا ذكر أيضا لا يبطل الصلاة. والترحم يعني على الإنسان مثلا والله يعني تشنيته العاطس وذلك كل ذلك لا يبطل الصلاة، لأنه يعني هو ذكر. بعد ذلك الباب السادس عشر، باب إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته، يعني عندما يسمى بالسهو يسهو الإنسان في الصلاة إما بزيادة وإما بنقصان، وكاين حالات اللي يشك في الصلاة، يعود مثلا في الركعة الأولى يقول أنا في الأولى وفي الثانية، يجي يشك والله أنا في الثالثة ولا في الرابعة، هذه الأخيرة والله هذه في الثالثة، يجي شك. فماذا يفعل؟ يجيبنا هنا الإمام: حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة، يعني من يزيد ركعة، وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. والحديث يعني واضح هكذا، يعني معنى إنسان يقول إذا كان معنى إنسان وقع له شك دائما يبني على يعني اليقين، القاعدة معروفة أيضا دائما تبني على اليقين، تقول أنا في الأولى ولا في الثانية، دائما أرجع للتالي أنا في الأولى، جيب ركعة ثانية ثانية ثانية، يعني تعتبر معناها هي الثانية نتاعك، ولو كانت ثالثة ربما وأنت ماكش عارف، بعد تقول أنا في الثالثة ولا في الرابعة، دائما أرجع للتالي أنا في الثالثة مش في الرابعة. قال العلماء: إلا مستنكح الشك، معنى اللي يكثر عليه الشك ولو مرة في كل يوم مرة واحدة، هذا اللي يشك دائما دائما يشك، هذا اسمه العلماء مستنكح الشك، يعني معنى اللي يغلب عليه الشك دائما يشك ولو مرة واحدة أنت في اليوم، هذا نقول له ابني على الأكثر، يقول أنا في الأولى ولا في الثانية، يقول له أنت في الثانية يلا كمل الصلاة، أنا في الثالثة ولا في الرابعة، أنت في الرابعة، ويجيب يعني فعلا سجدتين بعد السلام، هذا كما الأول هكذا، خوفا من أن في كل ركعة يشك لنا فيها،
خوفا من أن في كل ركعة يشك فيها، قل مثلا أنا في الأولى ولا في الثانية، يكون يقول له أرجع الأولى، يرجع الأولى، ومن بعد ينوض للثانية يزيد يشكنا في الثانية، ينوض للثالثة يزيد يشكنا في الثالثة. فهنا يقع في المضاعفة اللي كانها تتضاعف الصلاة، الصلاة الرباعية تصبح ثمانية، والله الثنائية تصبح رباعية، أو الثلاثية تصبح سداسية. هذا هو اللي يشك كثير، فهذا يبني على الأكثر. أما اللي قليل ما يشك هذا يبني على اليقين، دائما يرجع للركعة الأولى التالية، أنا في الأولى ولا في الثانية، يقولون أنت في الأولى، أنا في الثالثة ولا في الرابعة، يقولون أنت في الثالثة، ويجيب الركعة اللي بعدها. ولو أنه كما قال الحديث هذا، ولو أنه جاب خمس ركعات، نعم نعم يجيب قبل، نعم. وقال قال قال علاش؟ قال إذا كان صلى خمسا فجاب سجدتين أصبحت سبع، كان يشفع بها خمس ركعات كما ذكر الحديث. قال فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفع بهاتين السجدتين، قال وهو جالس قبل التسليم. وإن كانت رابعة، كانت هذا هو صحيح يعني ما كانش غلط، هذه هي الركعة الرابعة، فتعتبر سجدتين ترغيما للشيطان، يعني رغم أنف الشيطان اللي دخل لنا الشك في الصلاة. اي نعم، اللي دخل الشك قليل ما يشك يقبل يدير القبلي كما يعني ذكر الحديث هذا. طالب اذا كان في صلاه جماعه ودخل مسبوق بركعه وشك باللي مسبوق بركعتين ولا ركعتين، يبني على اليقين، يبني على اليقين مش تيقن. اذا كان تيقن خلاص تكفي الركعه اللي سبقوا فيها الجماعه، اذا كان ما تيقنش عاد يجيب ركعه اخرى ويجب سجدتين بعد السلام. إيه؟ هكذا. نعم. قال وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد بن يزيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر كان يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته. إيش معناه؟ يعني يحاول يتيقن، حاول يتيقن، يعني ممكن يبقى حتى الإنسان ولو مثلا مدة كذا يعني، ولو يعني لحظة يتفقد يقول الأولى ولا الثانية الثالثة ولا الرابعة، يحاول يتيقن لعله يلقى روحه. تفكر يعني معنى ما مضى، ما ينجمش يسلم ويقول يعاود، لا ما يسلمش أبدا أبدا أبدا، بالعكس صلاة ذيك اللي مرقعة واللي وقع فيها الشك والزيادة أحسن من أنه يعاود من صلاة جديد. يعاود فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، يحاول معناه يرجع لليقين، ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس بعد ما يعني كمل ذيك الركعة اللي شك باللي مدارها ولا مدارهاش يجيبها، ثم يأتي بسجدتين بعد السلام، إما ترغيبا للشيطان كما قال إذا كان صلاته صحيحة، وإذا كان خامسة أو يعني مرة رابعة إذا كانت صلاة المغرب، فيعني يعتبر هذا تشفيعا لصلاته كما ذكر. وعن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار أنه قال سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحرار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا، فكلاهما قال يعني كل من عبد الله بن عمر وكعب الأحرار قال ليصلي ركعة أخرى، يجيب ركعة زيدا، ثم ليسجد سجدتين وهو جالس، يعني سجدتين قبل السلام. وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي، دائما يعني كما قلنا يبني على اليقين، ثم يأتي بركعة يعني أخرى التي شك فيها، ثم يأتي بسجدتين قبل السلام. هذه يعني قاعدة في هذا الأمر. صالح كل أركان الصلاة ولا الفاتحة كلمة في يقرأ في سورة قريت الفاتحة لا 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 في فرق
في فرق بين من يسهو عن ركن من أركان الصلاة. واحد مثلا كبر وبعد شك قال أنا قريت الفاتحة ولا ما قريتش الفاتحة، والفاتحة فريضة في الصلاة، فريضة. أنا قريت الفاتحة والله لقى روحه يقرأ في سورة، بعد شك قال العلم يتوقف يعاود يقرأ الفاتحة من جديد ثم يواصل صلاته صحيحة، ثم بعدك لما يسلم يأتي بسجدتين بعد السلام. علاش؟ لأنه ممكن لو قرأ الفاتحة مرتين، ممكن قرأ الفاتحة مرتين هكذا فتأتي بسجدتين بعد السلام. نفس الشيء أيضا من يعني قال العلماء من يعني سجد ثم تذكر قال أنا ركعت وما ركعتش، جبت الركعة ما جبت الركعة، قالوا فعليه أن يقوم من سجوده قائما ويقرأ ولو آية أو آيتين ثم يركع ثم يرفع من الركوع ثم يعود يرجع للسجود ويكتم صلاته. ثم كل هذاك الزيادة تعود رجع على القيام وعود ركع يجيب على سجدتين بعد السلام. هذه كل مسائل سنعرفها إن شاء الله في أحكام قواعد سجود السهو التي ذكرها يعني الإمام الأخضري رحمه الله تعالى، وقد يعني الحمد لله وفقنا الله تعالى فجمعناها في تقريبا حوالي 73 مسألة. نعم حوالي 73 مسألة، نعم بل 71 مسألة، نعم 71 مسألة. طيب بطلت الصلاة، بطلت الصلاة لأنه استدبر القبلة وطال الزمان عن الصلاة. لو كان مازال غير يسبح وفي مجلسه مستقبل القبلة نقول نجم تعاود تستدرك، ما دام يعني فعلا خرج ودار عن القبلة استدبر القبلة وراح الباب تاع الجامع خلاص بطلت الصلاة، يعاودها من جديد. نعم يعاودها من جديد. نعم نعم. بعد ذلك باب من قام بعد الإتمام أو في الركعتين، من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس. وش دارهم؟ وش دار؟ وش دار بجدال هذا في هذا؟ قال نعم نقص ماذا؟ نقص التشهد الأوسط من ركعة الثانية جرام الثالثة مباشرة. قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، يعني ما قعدش التشهد الأوسط، كانت صلاة ثلاثية ولا رباعية. فقام الناس معه، ناظر الناس معه، فلما قضى صلاته كمل صلاة ونظرنا تسليمه، يعني مسلم شي سلم، كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. شفت هذا أيضا الحديث الآخر، حديث ذي اليدين يبين نقصان، يبين الزيادة عفوا، يبين نقصان، لا الزيادة يبين الزيادة، وهذا يبين النقصان. حديث ابن بحينة يبين النقصان لأنه نقص التشهد الأوسط، فبين لنا كيفاش لازم يدير النقص فيه قبلي والزيد فيه بعد. بارك الله فيك. كيف يوصل مع الإمام مشهد ونسيت الشهادة ومشهد مع الإمام؟ إيه مش مشكلة الإمام يغطي عليه كل شيء.
قال وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة أنه قال صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر. أنا حدد الصلاة نهاية الظهر، فقام من اثنتين في الركعة الثانية، جاء ناض مباشرة ما قعدش للتشهد الأوسط، ناض للثالثة ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك، يعني جاء قبل الإمام. قال الإمام مالك رحمه الله في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، كمل ربع ركعات فقرأ ثم ركع، كمل أربع ركعات وناض الخامسة، يعني هو في الركوع تفكر باللي هذه ركعة خامسة. قال فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان تم أو أتم أو كمل صلاته، هذه الركعة اللي نظلها رأي خامسة زايدة. قال إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ماذا ورفع من الركوع في الركعة الخامسة وتفكر باللي رأي خامسة هذه ودي مكان صلاة فيها خمس ركعات، يقعد دون أن يسجد، دون أن يسجد نص يبقى يتشهد. قال ولو سجد إحدى السجدتين، معناها قام وقال سمع الله لمن حمده، بعد السجد هو في السجود تفكر قال يود باليدي خمسة مكان صلاة فيها خمس ركعات، ولو جاب سجدة واحدة نقول ما تجي معاي جيب الزوجة، معاي جيب الزوجة أقعد وأبقى تشهد إحدى السجدتين. قال ولا يسجد ولو سجد إحدى السجدتين لم أرى أن يسجد الأخرى، مجيش الثانية. ثم إذا قضى صلاته كيتكمل تهاد وتسلم فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم، يعني زين الزيادة لأن ذلك الركعة خامسة زينة، بعد ما يسلم يجيب سجدتين بعد التسليم كما قال، هذا اللي يسموه السجود البعدي هكذا. إذن ف يعني المسألة واضحة. كيف؟ كيف كيف يجيبوا موقف يجيب ما يمكنش يجيب سجدتين واقف، ما يمكنش يجيبهم واقف، لازم السجدتين يجيبهم في الارض، يعني اللهم الا كان مثلا عنده كرسي ولا شيء هذاك هو بالانحناء، اما هو قائم لا ما يمكنش. نعم. اذا عندنا القاعده سجود سهو في الصلاه اذا كان من نقص لفعل من افعال الصلاه فهو واجب ومن شروط صحة الصلاة، وإن كان من نقص من نقص قول من أقوال الصلاة فهو سنة كما قال العلماء. فللنقصان سجدتان قبل السلام بعد تمام التشهد لحديث ابن بحينة هذا اللي ذكرناه الآن، وللزيادة سجدتان بعد السلام لحديث ذي اليدين، نحفظوها هذه القواعد. يعني إذا كان يعني نقصنا حاجة في الصلاة فإن أنا نأتي بالسجدتين قبل السلام، هذا يسموه القبلي، وإذا كان زدنا حاجة بعد الصلاة في الصلاة عفوا، إذا زدنا حاجة في الصلاة فالسجود يكون بعد السلام. نعم تفضل. لأن الإمام يصلي الناس في الصلاة في وسط الصلاة ينسى يقرأ ويسلم الإمام يقرأ واحدة ويصلي واحدة، كيف كيف؟ يسأل في وسط الصلاة. يسأل. وراء الإمام. هو الإمام هو يسأل. الإمام هو يسأل. وكان جماعة. إيه؟ إيه يسجد لابد إذا كان سهل، لكن سهل بماذا؟ سهل بزيادة ولا سهل؟ لا سهل ما شيء شهر في صلاة جهرية. لا هذا فيها تفصيل. فيها تفصيل، فيها تفصيل. فيها قاعدة أيضا يقولوا السر في موضع الجهر نقصان، والجهر في موضع السر زيادة. هذه قاعدة. السر في موضع الجهر يعني صلاة جهرية أنت جبتها سرية، صلاة الصبح مثلا واحد صلاة الصبح صلاها لنا سرا، وش دلها؟ نقص.
لأن الجهر لازم يكون صلاة الجهر. إذا نحيت الجهر ودرت في بلاصته السر، هنا جيب القبلة قبلة قبلة من القصر. والعكس صلاة الظهر سرا وانت صليتها جهرا، واش درت؟ زدت زيادة. أجيب البعث، هذه القاعدة، السر في موضع الجهر نقصان، والجهر في موضع السر زيادة. مهما يكون عدد القراءة تاع الآيات من الفاتحة الفاتحة كان مهما يكون، لا العلماء يقولوا معنا إذا كان آية واحدة ولا آيتين مش مشكلة، أما إذا كان نصف الفاتحة، نص الفاتحة جبتها جهرا، بعد فكرت ماذا بعد؟ قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. بعد فكر باللي راهو يعني صلاة سرية هذه ماشي جهرية. لا ما يعاودش كمل صلاته وكمل كانش ما كانش هذا تعب تخرج من الصلاة هذه. بل صلاتك المرقعة هذيك خير من صلاتك الجديدة اللي باش يعاودها. اي نعم هكذا. إذا اللي قاعدة السر في موضع الجهر وشيء نقصان، والجهر والجهر في موضع السر زيادة. هذه القاعدة نحفظها. نعم. يقول لك قول من الداعي مدى سحر، يقول لك ما يبدي الصلاة هو أن تأتي بصلاة أخرى، يعني يبدي الصلاة كاملة أنك تسحر منها من المدركة تأتي بصلاة أخرى إلى أخرى، يبطلون اثنين منها. لا 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 تبطلش، وإنما قلنا الأفضل أن يرقع الإنسان الصلاة التي وقع فيها الخطأ كما كنا نسمع، هذا الأفضل. إذا كما كانش ولا ما عرفش وتخلطت عليه معليش يعاود الصلاة من جديد. إيه هذا الأفضل. بالنسبة للتسليمة تاع المأموم ومع في الجماعة، يسلم في التسليمة الثانية تاع الإمام ولا في التسليمة الأولى؟ خلي حتى يكمل الإمام التسليمة. كما قلنا قبل هذا يعني من عدم المساواة وعدم المخالفة للإمام. خلي حتى نقول السلام عليكم. السلام عليكم. ما تسلم الله. نعم. هكذا. مشي في واحد كيف يدير جوز هي السنه انك تاتي من اليمين وعن هذه السنه السلام عليكم او السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله من جهتين وبعد المؤمنين خلفه يؤمنوا يسلمون. بعد التسليمة الثانية الثانية نعم هذا الأصل هذا هو الأفضل. نعم يخلي الإنسان يعني من حتى يتم الإمام وبعد يسلم. مش ما يكونش مسابق للإمام أو مخالف للإمام. هذا ما تقول الشيخ الإمام. إذا يقول السلام على اليمين وما يقولش على اليسار. لا يقولها يقولها ولكن يقول له سرا. قول له سرا قولها. قول له سرا. لا بأس يعني حتى إذا كان سلم الإمام معنا تسليمة واحدة في الصلاة صحيحة عندنا في المذهب المالكي صحيحة. لكن الأفضل الإنسان يعني يجيب السنة كاملة فيسلم على اليمين وعن عن الشمال. ترقية عن صلاة الفرض تطبق على النافلة نفسها. كلها نعم نفسها. كما في النافلة كما في الفريضة. والبعدي والقبلي كيف كيف. هكذا. الجهر في النافلة كلها كلها لا السر. هذه أيضا فيها قاعدة بارك الله فيك. لما يتكلم غير القواعد. العلماء يقولوا صلاة النهار سرية. نوافل النهار سرية. ونوافل الليل جهرية. لو كان ينسى ما يرقاش نعم ما يسجدش لو كان ينسى مثلا في النهار عادي لا بأس لا بأس لا بأس عادي عادي لكن يعني هذا الأصل الأصل نعم ها أخذا بالفرائض لأن الفرائض في الغالب تكون في الليل جهرية الصبح والمغرب والعشاء وبينما في النهار تكون يعني سرية. نعم.
وآخر الجهر أول الجهر هذا في قضية الصوت زيادة والنقصان. نعم الشيخ قال لك رغيمة الفجر لماذا تسر؟ مش الضرورة ممكن ممكن جبهة. نعم وكيف عرف الصحابة رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها يقول يا أيها الكافرون قولوا الله أحد؟ والسيدة عائشة قالت يعني كان يقرأ في الفاتحة فقط كما سيذكرنا يذكر الإمام مالك في الموطأ. وفي بعض الروايات أنه كان يقرأ في الأولى بقول الله عز وجل قل آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وأسباط. والثانية يقرأ فيها قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. كيفاش عرفوا الصحابة؟ طبعا أنه كان يجهر جهر فسمعوا أحيانا أحيانا. نعم صلاة الفجر الشيخ الفاتحة جائزة. نعم صلاة الفجر الفاتحة جائزة لكن ليس دائما. معليش يجوز مثلا يصلي إنسان مرات مرات يقرأ بالفاتحة فقط قبل شو الوقت عن التكبيرة مثلا. هذا ذكرته السيدة عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين خفيفتين حتى إني لا أشك أقرأ فيهما بفاتحة كتابي أم لا. سيدة عائشة وهذا موجود في الموطأ. يعني بعض أخذ الإمام مالك أنه يجوز مرات وليس دائما أن يصلي الإنسان ركعتين الفجر بالفاتحة فقط. مليح الإنسان يعني معناها كما ذكرنا في درس الماضي وهذه من السنة التي يعني الإمام لا يتفضل لها كثير من الناس أنه أحيانا كما قال العلماء أحيانا يفعل صلى الله عليه وسلم شيء ويتركه أحيانا. فأنا مرة نصلي مثلا بالفاتحة فقط مرة نقرأ قل يا الكافرون والإخلاص ومرة نقرأ به قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى ذلك مرة هكذا مرة هكذا مرة هكذا يعني نطبق هذه السنة الثلاثة. نعم السنة في المنزل الأفضل من السنة أن تصلى ركعتي الفجر في المنزل. نعم في البيت كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليهم وبعد مش يعني يخرج للناس لصلاة الجماعة. نعم قضية أحيانا حتى في في تاع الدعاء القنوت في الصبح حتى الدعاء حتى الدعاء القنوت. نعم 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 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.